جون، كيف تقيم مشاركة ليفربول في كأس العالم بالأندية، وما أهمية حصد هذا اللقب بالنسبة للحمر لأول مرة في تاريخهم؟ نعم، في التصورية هذا إنجاز كبير وهام جدا، ونرى أيضا الزاد البشري من ليفربول اللي شارك في هذه البطولة، وكانت لديهم بطولة أو مباراة هامة اليوم الذي سبق مواجهتهم، كانت لديهم مباراة هامة ضد أستون فيلا وتركوا فريق الشباب يلعب تلك المباراة وأرسلوا الفريق الكبير المدجج بنجوم، وهذا يظهر أهمية هذه البطولة بالنسبة لهم. طيب جون، كنت حاضرا في المباراة النهائية في استاد خليفة المونديالي، ما هي الانطباعات التي رسخت لدى جون بارنز مع إسدال الستار على بطولة كأس العالم للأندية، وما رأيك في النهائي فنيا تنظيميا جماهيريا وبأداء ليفربول؟ التنظيم كان رائع واستثنائي، وانا اجي الى قطر منذ سنوات، وفي الست اشهر الماضيه جئت لقطر مرات متعدده خلال كاس العالم للانديه، وبالتاكيد لديكم مجموعه من الملاعب الرائعه. التنظيم كان متميز، و رأينا أن الفريقان كانت لهم إرادة كبيرة للفوز. فلامينغو لعب بشكل جيد، وأيضا جماهير فلامينغو كانت استثنائية وكانت تنشد لتسعين دقيقة، والفريق أيضا عانى بعض شيء ضد مونتيري، لم يلعب بالشكل المطلوب ولكن لعبوا بشكل أفضل ضد فلامينغو وفازوا بالمباراة، وهذا يظهر شخصية الفريق وإرادة نادي ليفربول والريد. ليفربول يعرف أنه عليه أن يلعب بشكل جيد ليفوز، ولكن الآن حتى ولم يلعبوا بشكل جيد هم يفوزون بالمباراة. جون، سنتكلم